قانون رقم 26، ابق يديك نظيفتين، بمعنى يجب ان تكون دائما مثال للاهتمام ومثال للكفاءه ومثال للجد والاجتهاد تحت اي سبب، بمعنى انك لازم دايما تبقى ظاهر في افضل صوره تحت اي سبب حتى لو اخطأ. تشوف حد كبش فداء يظهر وهو اللي يشيل مكانك، او بمعنى ادق تشوف حد يحاسب على المشاريب اللي انت شربتها. انت اخطأ وغلطت وكل حاجه وحققت غلط، اوعى الخطا بتاعك دوت يظهر قدام الناس والناس كلها تعرف انك عملت حاجه غلط، لا ما ينفعش ان هي تظهر، لازم الحاجه دي تبقى في ليها طرف تاني بعيد عنك انت، او ما يكونش انت السبب الاساسي في الخطا ده تحت اي سبب، حتى لو انت عارف انك انت عامله صلحه بدون ما حد يعرف، صلح الخطا اللي انت عملته او المشكله اللي انت عملتها في شغلك دي، صلحها بدون ما حد يعرف وبدون ما حد يفهم انك انت اللي غلطت وانك انت اللي المفروض كنت تصلحها، لا انت صلحها بدون ما تظهر، ولو حتى من الامر ان حد تاني هيظهر او لازم يظهر مين المخطئ يكون حد غيرك.